تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد مصر واليونان، قمة العالمين الجديدة. في أغسطس 2023 الرئيس السيسي استقبل رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس. رئيس وزراء اليونان فاز في الانتخابات في أثينا، ثم شكل الحكومة، وفي أول زيارة له إلى المنطقة زار العالمين الجديدة والتقى الرئيس السيسي. العلاقات المصرية اليونانية علاقات تاريخية. قلت لحضراتكم قبل كده إن الفيلسوف الكبير أفلاطون أقام مدة طويلة من حياته في الإسكندرية ودرس في الإسكندرية. وقلنا أيضا إنه مكتبة الإسكندرية النواهي الأساسية ليها المكتبة الشخصية للفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو. وكلنا عارفين كمان الإسكندر الأكبر لما بنى الإمبراطورية بتاعته جاء لتعميد ملكه في سيوة، حيث المعبد الفرعوني المصري في سيوة. كمان التاريخ الحديث في علاقات كبيرة جدا بين مصر واليونان، مش بس التاريخ القديم إنما أيضا التاريخ الحديث. ففي التاريخ الحديث لما تم تأميم قناة السويس في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، المرشدين اليونانيين اللي بيشتغلوا في قناة السويس رفضوا طلبات فرنسا وبريطانيا ودول الغرب إن هم يغادروا القناة، واستمروا في العمل مع المرشدين المصريين من أجل تسيير الملاحة في قناة السويس. أيضا لما حصل العدوان الثلاثي على مصر، بريطانيا وفرنسا وإسرائيل سنة 56 حرب السويس، اليونان أدانت بشدة هذا العدوان على مصر. لكن قبل كده بشوية لو رجعنا عقود قليلة الحرب العالمية الأولى، لما اليونانيين تعرضوا لمشاكل في الحرب العالمية الأولى كتير منهم جاء وأقام في مصر. الجالية اليونانية في مصر جالية كبيرة، وعلى مدى عقود طويلة كانوا عايشين في مصر في علاقة جيدة ورائعة مع المصريين. علشان كده كان في مبادرة رئاسية متعلقة بإحياء الجذور. هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي كان هدفها إنه الناس أو الجاليات أو الدول اللي كان لها جاليات قبل كده في مصر ولهم علاقات كويسة جدا بالمصريين، إحياء هذه العلاقة بيننا وبين هذه الجاليات الصديقة. في عام 2018 تم اعتبار ذلك العام عام الصداقة المصرية اليونانية. التعاون بيننا وبين اليونان في عهد الرئيس السيسي تعاون كبير، سواء مدني أو عسكري. وعلى الصعيد العسكري في مناورات برية، في مناورات بحرية وجوية تمت بين القاهرة وأثينا في السنوات الماضية. في آلية ثنائية علاقتنا باليونان، وآلية ثلاثية علاقتنا باليونان وقبرص، وفي آلية منتدى شرق المتوسط، فإحنا موجودين مع اليونان في أكثر من سياق ثنائي وثلاثي ومتعدد. هذه العلاقة مع اليونان حضراتكم بعززها التعاون الاقتصادي اللي بيننا والتبادل التجاري اللي موجود بين البلدين والاستثمارات المتبادلة في القاهرة وأثينا. وبالتالي قمة العالمين بين الرئيس السيسي والزعيم اليوناني ميتسوتاكيس هي تأكيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي تضرب بجذورها في التاريخ الكبير. مصر واليونان خطوات متميزة ومستقرة وواثقة في السنوات الأخيرة وفي المستقبل أيضا. 2. لماذا قامت ديزني بإلغاء عرض فيلم أتاتورك؟ في عام 2010 في تركيا تم إنتاج فيلم عن الزعيم التركي كمال أتاتورك، إنما في 2023 كان في فيلم عالمي من إنتاج ديزني هيعرض على منصة ديزني عن أتاتورك، بمناسبة إن أتاتورك بتمر 100 سنة الآن على تأسيس الجمهورية التركية 1923-2023، 100 سنة على الجمهورية التركية ورئاسة أتاتورك الجمهورية. فديزني قالوا هنرضع المنصة ثم في دور السينما فيلم عالمي عن أتاتورك.
الميزانية كانت كبيرة وفي أسماء معروفة في هذا الفيلم، والفيلم على أجزاء سيعرض على المنصة أو في دور السينما زي ما قلت لحضراتكم. لكن الأتراك اللي منتظرين هذا العمل المهم بالنسبة لهم فوجئوا إن منصة ديزني أعلنت إلغاء العرض. الفيلم الذي تم إنتاجه وانتهى وقالوا هيعرض في أكتوبر ونوفمبر بأجزائه على منصة ديزني لن يعرض هذا الفيلم نهائيا، لا دلوقتي ولا في المستقبل. ضجة في تركيا. تركيا حضراتكم منذ وفاة أتاتورك وإلى الآن لم تغير قانون إن الهجوم على أتاتورك أو الإساءة لي جريمة يعاقب عليها القانون. حتى الحزب الحاكم اللي موجود حاليا في تركيا والرئيس أردوغان لم يغير ذلك، وفي توافق في تركيا على احترام أتاتورك رغم أنه في العالم العربي والإسلامي ما فيش توافق على احترام أتاتورك، وفي نقد كبير جدا لأتاتورك نتيجة لمسيرته العدائية للدين الإسلامي في تركيا. لكن داخل تركيا في توافق كبير جدا على أتاتورك باعتباره زعيم وطني وزعيم الاستقلال، هو اللي حرر تركيا من الاستعمار الأجنبي وكان ممكن يتم تقسيم وإلغاء تركيا تماما. إذن وجهتي نظر، الأتراك بيشوفوه زعيم وطني كبير، إنما خارج تركيا في انقسام بشأن تقدير أتاتورك. المهم الأتراك اللي كلهم منتظرين فيلم أتاتورك فوجئوا إن الفيلم لن يعرض، فكان في رد فعل عنيف جدا من المسؤولين الأتراك. هيئة الإذاعة والتلفزيون في تركيا قالوا هنعمل تحقيق مع منصة ديزني، والبرلمان أعضاء في البرلمان قالوا إحنا أصلا ممكن نلغي تماما وجود ديزني داخل تركيا ونوقف هذه المنصة تماما. الفنانين الأتراك طلعوا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصات أخرى وقالوا يجب أن تنسحبوا من الاشتراك في منصة ديزني، وقالوا إن إحنا قبل كده يعني جئنا بهم الآن نطردهم، إحنا اللي جبنا ديزني لبيوتنا دلوقتي نطرد ديزني من بيوتنا. وأكتر من فنان صور نفسه وهو بيلغي اشتراك ديزني عقابا لها. الحزب الحاكم في تركيا حزب الرئيس أردوغان أدان هذا الأمر وقال إنه أمر مخجل إن هم ما يعرضوش فيلم أتاتورك، وقال إن اللوبي الأرمني اللي موجود في أمريكا هو الذي يقف وراء ذلك، لأن البعض ممكن على طول لما يلاقي إن ديزني بيجهز فيلم مهم زي ده فجأة تقول لك مش هنعرض الفيلم، هيجي في بال الإنسان على طول إن ممكن يكون الهدف التسويق، يقول مش هنعرض مش هنعرض، ويجي في آخر لحظة يعرضه فيكون في إقبال كبير. ومع ذلك ده احتمال وارد، يعني لا نستبعد هذا الاحتمال إن تكون ديزني تتلاعب وفي الآخر هتعرض هذا الفيلم بس بتعمل عملية تسويق كبير لهذا الفيلم. إنما الحزب الحاكم في تركيا حزب الرئيس أردوغان بيقول إنه اللوبي الأرمني اللي موجود في أمريكا هو اللي ضغط على ديزني علشان تلغي هذا الفيلم، لأن الفيلم بيوجه أتاتورك، وفي عهد أتاتورك تمت إبادة الأرمن أثناء ما تسمى حروب الاستقلال. لكن تركيا بتقول لم تتم إبادة الأرمن لا في العهد العثماني ولا أثناء حروب الاستقلال، وإن اللي حصل إن كان فيه مشاكل داخلية أطراف كتيرة جدا وأعراك كتير ضررت نتيجة هذا الصراع الداخلي، لأن ما كانش فيه مذبحة للأرمن. الأرمن بيقول لا، كانت فيه مذبحة وضغوط خارجية باستمرار من أجل الحصول على تعويضات أو اعتذار تركيا عن هذه المذبحة. الموضوع بتاع الأرمن متكرر كتير جدا، لكن المرة دي بيتجلى في أنه في ضغوط في أمريكا نجحت على ديزني بوقف عرض الفيلم السينمائي أتاتورك الذي انتظره الشعب التركي طويلا. إذن قامت ديزني بإلغاء عرض فيلم أتاتورك، واعترض البرلمان والحزب الحاكم والفنانون وقالوا ربما نوقف ديزني تماما في تركيا. ثلاثة، الإسلام والغرب، عن المفكر الكبير خير الدين التونسي. خير الدين التونسي هو واحد من أكبر المفكرين في تاريخ تونس وتاريخ العالم العربي والإسلامي، اسم كبير جدا خير الدين التونسي. هو في الأصل
من منطقة القوقاز وتم خطفه وبيعه بقى في أسواق العبيد زي ما كان بيحصل زمان للأسف الشديد. وبعد تربى في اسطنبول وبعد كده راح إلى تونس، وفي تونس بدأ يصعد في سلم السياسة والثقافة في تونس، وصل لأعلى مستوى تقريبا بقى رئيس الوزراء في تونس لعدة سنوات، وقبلها كان مبعوث تونس في أوروبا. فهو اشتغل كدبلوماسي يمثل تونس في أوروبا عدة سنوات، وزار أوروبا عدة مرات في إطار مهمات دبلوماسية، ثم أصبح رئيسا للوزراء في تونس. وهو أيضا على صعيد الثقافي مفكر كبير جدا، وله كتاب من أهم الكتب في تاريخ الفكر الإسلامي اللي هو أقوم المسالك. خير الدين التونسي حضراتكم لما تولى رئاسة الحكومة أدرك أنه تونس والعالم الإسلامي عندهم مشاكل كتيرة جدا. في الوقت ده كانت الجزائر تم احتلالها سنة 1830 من قبل فرنسا، وكانت مصر واجهت للأسف الشديد مؤامرة عالمية كبيرة جدا، اللي هو تحالف الجيوش الأوروبية ضد الجيش المصري في عام 1827 ومعركة نوارين البحرية الشهيرة جدا. وبعد كده 1840 معاهدة لندن، يعني تحطيم المشروع المصري الكبير في عهد الزعيم الوطني محمد علي باشا. خير الدين التونسي شاف انه الجزائر محتلة من فرنسا، وان مصر مؤامرة كبيرة جدا عليها وتم تكسير جزء كبير من مشروعها، وان تونس ممكن يكون الدور عليها. فبدأ يفكر ازاي ممكن نخرج من حالة التخلف اللي موجودة فيها تونس والعالم الاسلامي ككل. وشاف انه بما ان الدولة العثمانية بقت الرجل المريض، واوروبا في اوج قوتها، واحنا في العالم الاسلامي في وضع صعب جدا، وكل شوية يتم احتلال قطعة ثم قطعة ثم قطعة من الاراضي الاسلامية، يبقى في هذه الحالة لازم نفكر ازاي ممكن نتطور نتقدم لمواجهة اوروبا. وألف كتاب مهم جدا اسمه أقوم المسالك. هذا الكتاب المهم يعادل كتاب رفاعة الطهطاوي اللي هو تخليص الإبريز في تلخيص باريس. يعني كتاب رفاعة الطهطاوي فيه كتير من المنهج اللي عمله خير الدين التونسي. كتاب رفاعة الطهطاوي هو الأول. رفاعة الطهطاوي سافر أوروبا، كتب كل اللي شافه، ولما رجع ألف هذا الكتاب وقال ان الغرب ملهم، لازم نشوف الغرب ازاي تقدم ونتقدم زي الغرب مع الحفاظ على الدين والقيم الإسلامية. انما كمان او كذلك خير الدين التونسي وصل بنفس المنهج في كتابه أقوم المسالك. هو عمل فيه 20 باب في الجزء الاول، وبعدين 6 ابواب في الجزء الثاني، اتكلم فيه عن وصف اوروبا زي كده. كتاب وصف مصر أيام الحملة الفرنسية ده كتاب في وصف أوروبا، مرجع مهم عن تاريخ أوروبا في ذلك العصر. كل دولة أوروبية، حوالي 20 دولة أوروبية، كل دولة بيكتب عنها كل شيء، الحياة المدنية والجيش والاقتصاد والثقافة والعلوم وعادات الناس تقاليدهم والدين، كل شيء موجود بيكتب عنه فصل فصل عن هذه الدول. إنما الأهم في هذا الكتاب اللي هو أقوم المسالك هو مقدمة الكتاب اللي بتقارن بمقدمة كتاب ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون، فكتاب مقدمة ابن خلدون اللي هو كان قبل كده ب500 سنة، الناس قارنته أو النقاد والمفكرين بمقدمة كتاب أقوم المسالك لخير الدين التونسي. خلاصة الكتاب ده إيه أو المقدمة المهمة ديت إيه؟ إن إحنا عندنا مواد خام يجي الغرب يسرقها عبر الاستعمار، أو إحنا نصدرها يدهنا بأغلى الأثمان فيما بعد. الكلام ده بيتكلم في القرن 19، في نص القرن 19 تقريبا 1867. فبيقول إن إحنا لازم ننتج ونصنع عندنا ونبيع بأسعار كبيرة لنكون مصدر لمواد الخام فقط لأوروبا وما يكونش عندنا صناعة. بيقول كمان لازم نشوف أوروبا تقدمت إزاي، نتقدم بالمنهج الأوروبي اللي أوروبا تقدمت بيه نتقدم بيه مع الحفاظ على الدين والقيم الدينية. وبيقول محدش يقول لي مش هنعرف نميز إيه اللي ينفعنا في أوروبا وإيه اللي ما ينفعناش، ده كلام ما ينفعش.
احنا نعرف نميز كويس جدا ايه اللي مفيد لينا وايه اللي مش مفيد. فاحنا هناخد من الغرب ما يفيد وهنسيب في الغرب ما لا يفيد، لكن مش هننجح ولا هنتقدم في العالم الاسلامي اللي بقى متخلف ومعظمه مستعمر ومستضعف الا بان احنا نكون زي اوروبا. اللي عملوه في الغرب نعمل زيه عندنا في الشرق علشان نقدر نواجه هذا الغرب المتوحش في مواجهة العالم الإسلامي. يمكن ده فكرنا نحاول على السبورة نشرح يعني النقاط الأساسية في العرض الخاص لكتاب خير الدين التونسي في الشرح التالي. احنا قلنا قبل كده ان في رؤية مواجهة الغرب بالغرب، ده العنوان الكبير اللي اشتغلنا عليه في كذا حلقة، او المنهج الفكري اللي احنا شايفينه، وكان منهج فكري كويس جدا، مواجهة الغرب بالغرب. الغرب بيعمل ايه اللي خلاه قوي؟ ما عادش بقى هاجم بس وانتقد واشتم واكتب على فيسبوك، لا، ده في النهاية منهج مش هيصلح. الغرب عمل ايه عشان يتقدم؟ لازم اعمل زي الغرب واتقدم. وقبل كده احنا قلنا انه في روسيا، تطور العملاق اللي حصل في روسيا ده يعود الى بطرس الاكبر. بطرس الاكبر ده القيصر الكبير والمهم في تاريخ روسيا، اللي عمل اللي بنى سان بطرسبرج كلها من الالف الى الياء، وطور روسيا الحديثه بهذا الشكل. خد برضو منهج الغرب. الغرب شغال ازاي؟ خد منهج الغرب لغايه روسيا ما بقت متقدمه زي الغرب ومتطوره احسن من الغرب كمان في بعض المجالات. قلنا في اليابان قبل كده الميجي، عصر الميجي في اليابان هو برضو نفس الحكايه. كانت اليابان دولة إقطاعية كلها سيوف وكلها خيول وقبائل متناحرة، قالوا لا نبقى زي الغرب. فالميجي قال التحديث على النمط الغربي، فبرضو قال الغرب علشان يواجه الغرب، مش معناه يبقى عميل أو تابع، لا، عشان يتوازن ويواجه الغرب. وقلنا في مصر محمد علي باشا، محمد علي باشا نفس المنهج، فنبعت هناك للتعليم ونفتح مدارس وكليات طب وهندسة والفتيات يتعلموا ونطور البلد زي ما أوروبا عاملة بالضبط، بريطانيا ألمانيا فرنسا، هنعمل زيهم مواجهة الغرب بالغرب. وقلنا أن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر في عهد محمد علي كان من مؤسسين الفكريين لهذا الأمر، مواجهة الغرب بالغرب. بعد كده جاء كتابين، رفاعة الطهطاوي مشروعه الطهطاوي في مصر، وخير الدين التونسي في تونس. الاثنين دول، ده النص الاول مكان 19 وده النص الثاني مكان 19، وده ألف الكتاب بعد زيارته لفرنسا وده ألف الكتاب بعد زيارته لاوروبا. الكتاب اقوم المسالك اللي بنتكلم عنه النهارده، نفس الفكر بتاع الطهطاوي، نفس فكر بطرس الاكبر، نفس فكر ميجي في اليابان، نفس فكر محمد علي باشا، نفس الفكر بنقوله دلوقتي ان لابد ان نواجه الغرب بالغرب. الغرب متقدم في الذكاء الاصطناعي، نتقدم في الذكاء الاصطناعي. الغرب متقدم في الاقتصاد بهذه الطريقه، نتقدم في الاقتصاد بهذه الطريقه. الغرب بيصنع بهذا الشكل، نصنع بهذا الشكل. والجمله الختاميه والذهبيه في هذا الامر اللي قالها خير الدين التونسي، بيقولها كل الناس المؤمنين بهذا المنهج، ان ما حدش يجي يقول لنا بتقعر وباستعلاء وبسذاجة ان الغرب ده صعب جدا، هناخد منه ايه ونسيب ايه، نسيبه كله على بعضه. لا، احنا مش اطفال، نعرف ايه اللي يفيد وايه اللي يضر، وايه اللي مهم وايه اللي غير مهم، وايه اللي متعلق بصناعات واقتصاديات وعلوم ومناهج وفيزياء وكيمياء ورياضيات، وايه اللي متعلق باخلاقيات احنا ضدها او قيم لا تناسبنا ابدا. نعرف نختار، ما احناش اطفال عاجزين عن الاختيار، نقدر نختار ما هو مناسب وما غير مناسب. اللي قاله خير الدين التونسي، قاله محمد عبده، قاله الطهطاوي، قاله محمد علي، قاله الميجي، قاله بطرس الاكبر، نفس المنهج، مواجهة الغرب بالغرب. وفاصل ونكمل. أربعة، لماذا يحتفل بعض الطوارق بغرق فرعون؟ الطوارق حضراتكم
عرق معروف وليه أهمية وليه تاريخ كبير جدا جدا في إفريقيا، الرجال الزرق أو الملثمين اللي هم الطوارق، وتاريخهم الكبير جدا في غرب إفريقيا. ففي قرية يعني أغلب سكانها من الطوارق في جنوب شرق الجزائر، إنما هذه القرية بتعمل احتفال سنوي، هذا الاحتفال اسمه السبيبة، واحتفال يعني غريب ما يجيش على البال. فتلاقي رقص بالسيوف، ملابس تراثية للسيدات وللرجال، الأطفال كلهم موجودين، القرية بالكامل، احتفالات 10 أيام في يوم عاشوراء وبعد ذلك. لكن الاحتفال ده يعني ما يجيش على البال سبب الاحتفال، سبب الاحتفال غرق فرعون. طب إيه اللي جاب غرق فرعون لجنوب شرق الجزائر عند ناس من الطوارق إن هم يحتفلوا بيه سنويا بهذا الاحتفال الكبير جدا، لدرجة أن اليونسكو سنة 2014 اعتبرت هذا المهرجان، مهرجان السبيبة أو الاحتفال بغرق فرعون، ده يعتبر مهرجان من التراث الثقافي الإنساني اللي يونسكو بتحميه وتحرص عليه. السبب كما يقولون هناك وطبق وكالة الأنباء الفرنسية AFP أنه هؤلاء الناس اللي بيحتفلوا كان زمان الطوارق في المنطقة قبيلتين دخلوا في حرب مع بعض، مات ناس كتيرة نتيجة هذه الحرب، بينما هم بيتحاربوا جالهم الخبر من نصر بغرق فرعون ونجاة سيدنا موسى عليه السلام، وبالتالي وقفوا فرحة لهذا الخبر الكبير ووقفوا الحرب وعملوا معاهدة سلام، وبعدها حددوا يوم لغرق فرعون بيحتفلوا بيه كل سنة لمدة 10 أيام احتفال كبير، وبيحضر بعض السياح الأوروبيين أو الأجانب عموما هذا الاحتفال مهرجان السبيبة في الجزائر. لكن الفكرة نفسها إن هم يحتفلوا هذا الاحتفال ويعملوا هذه المباهج الكبيرة جدا، وإن هم يقعدوا 10 أيام بهذه الملابس اللي هي يعني أزياء تقليدية تراثية مهمة، طبعا ده شيء يعني مهم للتراث الإنساني زي اليونسكو ما عملت، إن يتم الحفاظ على هذه التقاليد من منطلق تراثي فقط، إنما من منطلق تاريخي ما فيش ما يؤكد إطلاقا إن في أي سبب تاريخي يتعلق بغرق فرعون بمهرجان السبيبة الطوارقي في بعض مناطق الجزائر الشقيقة. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.